الداخلية تحذر من نشر أي معلومات أو شكاوى غير صحيحة. قوات الأمن الخاصة السعودية والباكستانية تنفذان تمرين الشهاب 2. أمير جازان يدشن 18 مشروعاً للبيئة والمياه والزراعة بأكثر من 416 مليون ريال. تدشين الربط الإلكتروني بين العدل ومركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آلياً لدى الأحوال المدنية. هيئة الأرصاد إنشاء 30 محطة جديدة لمراقبة جودة الهواء على مستوى المملكة. صحة جدة أنفلونزا الخنازير انتهى من 8 أعوام، والتعليم تجري مسحا شاملا. سحب لقاح الإنفلونزا الموسمية بالطائف لعدم اجتيازه الاختبارات الفيزيائية. 8.2% زيادة في إيرادات موانئ السعودية خلال الربع الثالث. أمانة جدة تباشر خطة طوارئ لرش تجمعات مياه الأمطار. وفاة أقدم خطاط العاصمة أبو سليمان عبد الله الحجي